وفي نشرة سابقة أكد دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة أن النظام القطري يدعم الجماعات الإرهابية من خلال المال السياسي الذي ينفقه من ثروات الشعب القطري. أزمة هيكلية بنيوية داخلية لا تتوقف على وجود معارضة فقط، لكنه النظام يعني يخسر كثير من إمكانياته ومقاليده. هذه ثروة الشعب القطري، أنت تعلمي أن هذه الممارسات بتدفع بخسارة الشعب القطري لثرواته من خلال صندوق السيادة الذي يدعم التنظيمات الإرهابية، يوظف المال السياسي لهذه الأغراض. كل هذه طبعا أمور تحتاج إلى مراجعة، لأنه في النهاية نحن نتعامل مع الشعب القطري على أنه شعب شقيق. أما ممارسات هذا النظام تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى موقف دولي، تحتاج إلى إرادة دولية كبيرة في مواجهة هذا النظام وممارساته الغير المشروعة في الإقليم وخارجه. أمور بهذه الصورة إذا يعني توفرت الإرادة السياسية الدولية، يستطيع النظام القطري أن يعود، لأنه النظام القطري يستثمر جيدا في المواقف المتبينة لبعض الدول، محاولة استقواءه بالأطر الإقليمية، محاولة الالتفاف على قرارات المواقف العربية المسؤولة وعلى موقف الجامعة العربية والأطراف العربية.